مرحبا بكم مع أعزائي المشاهدين من هيئة أمهر الإعلامية، إليكم نشرة الأخبار، كونوا معنا. تعد غورغورة جنبا إلى جنب مع ونجي وقوتشا جزءا من المشاريع الوطنية التي بدأها رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد في عام 2020 لاستغلال الموارد الطبيعية لإثيوبيا وإطلاق العنان لإمكاناتها السياحية. وفي هذا الصدد قال رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد إنه نظرا لمناظر منطقة غورغورة الرائعة وميزاتها الفريدة، سيكون مشروع غورغورة من بين مواقع الجذب السياحية المشهورة عالميا في إثيوبيا، وسيأخذ صناعة السياحة في البلاد خطوة إلى الأمام. كما أنه بعد زيارة المنطقة صرح رئيس مجلس الدولة بأن مشروع غورغورة يتضمن حلم إثيوبيا وفرصها وتاريخها، ويقع المشروع في المناطق التي عاش فيها الإمبراطور سوسونيوس الثاني قبل 500 عام. كما بنى الإمبراطور سوسونيوس قصره المعروف محليا باسم سوسونيوس جمب في شبه جزيرة غورغورة، وهو مكان تاريخي. نظرا لقلة الاهتمام في السنوات الماضية استمرت المنطقة في التراجع وفقدان قيمتها، رغم ذلك يهدف مشروع غورغورة إلى إعادة إحياء الجمال التاريخي للمنطقة وتحفيز صناعة السياحة في إثيوبيا. ووفقا لأبي فإن غورغورة هو عرض للترابط بين الأجيال الذي يربط الأمس واليوم بالقد. كما أن الموقع الجغرافي للمشروع لفت للنظر للقاية، وسيكون أحد أكثر المواقع السياحية لفتا للأنظار في إفريقيا، وتعد أنها واحدة من أكثر المناظر السياحية جاذبية مع بنية تحتية عالية الجودة، وتعرض حقا إمكانات السياحة في إثيوبيا. كما قال رئيس الوزراء: أنا سعيد جدا برؤية الخطة الورقية مترجمة إلى هذا المشروع الضخم، وحثت جميع الإثيوبيين على القدوم وزيارة غورغورة التي من المتوقع أن يتم افتتاحها بعد 3 أشهر. بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية السيد دمك مكونن مع منسقة الأمم المتحدة لمساعدات الإنسانية كاثرين سوزي. كما أوضح السيد دمك القضايا الحالية في إثيوبيا ورغبة الحكومة في تعزيز تعاونها مع الأمم المتحدة ووكالاتها. وفي شرحهم لاتفاق السلام أوضحوا التزام الحكومة بالمشاورات الوطنية والعدالة الانتقالية والمصالح الوطنية والتأهيل وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة. كما دعا السيد دمكة المانحين والوكالات الدولية إلى دعم المساعدات الإنسانية التي تقدمها الحكومة. وبحسب معلومات وزارة الخارجية، أرسلت كاثرين سوزي رسالة تهنئة إلى الحكومة الإثيوبية على اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في بريتوريا. قال السفير الاتحاد الأوروبي لدى إثيوبيا رولاندو كوبيا إن الاتحاد الأوروبي سيعمل على تعزيز التعاون مع إثيوبيا في مجالات التنمية والتجارة والاستثمار إلى جانب القطاعات الأخرى. كما قال السفير رولاندو خلال لقائه مع وكالة الأنباء أن الاتحاد الأوروبي يتمتع بشراكة قوية مع إثيوبيا في العديد من المجالات التعاون. كما أشار إلى أن دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تتمتع بعلاقات قوية مع إثيوبيا، وأكد أن العلاقات ستستمر في التطور. وأوضح السفير أن العلاقة لا تعتمد على قطاع واحد فقط، وأشار إلى أن الشراكة تنمو في المجالين السياسي والاقتصادي. وأوضح السفير أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيها يعملون على تعزيز التعاون خاصة في القطاعات الاجتماعية الموجهة للإنسانية. وأشار بعد ذلك أن الاستعدادات جارية لعقد اتفاقية دعم تزيد عن 9.5 إلى 10 مليار بر لاستخدامها في التنمية الاجتماعية. وقال أن المساعدات التي يقدمها الاتحاد سيستمر تعزيزها لدعم أنشطة إثيوبيا لتحسين زراعتها والتعامل مع تغيير المناخ. أعلنت وزارة الخارجية عودة أكثر من 130 ألف لاجئ من السعودية إلى بلادهم. مزيد من التفاصيل في التقرير الذي عدته الزميلة إكرام أول. هاجر العديد من الشعب الإثيوبي بشكل قانوني وبالطريقة الغير شرعية إلى المملكة العربية السعودية من أجل تحسين حياتهم وكسب أجور جيدة، ولكن عندما أجبرت حكومة المملكة العربية السعودية الأجانب غير الشرعيين في البلاد على العودة إلى بلادهم منذ حوالي عام ونصف، عاد آخر العائدين إلى إثيوبيا في رحلة ثلاثية. وعندما وصلوا إلى مطار بول الدولي استقبلتهم وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السفيرة برتكان أيانو. وصرحت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السفيرة برتكان أيانو أن الحكومة ستقدم تدريبات متنوعة للمواطنين حتى يتمكنوا من تغيير أنفسهم من خلال العمل، وأنه على الرغم من أن وزارة الخارجية هي المنسق لعودة الإثيوبيين الذين كانوا في المملكة العربية السعودية، فقد شاركت العديد من الاحتجاجات الحكومية، وفي النهاية عاد أكثر من 130 ألف لاجئ إلى بلادهم بموجب خطة العودة. نحن هنا اليوم في الجولة الأخيرة من عودة مواطنين من المملكة العربية السعودية، وقد خططنا لإعادة حوالي 102 ألف مواطن.
لكن في الواقع عاد 131 ألف مواطن إلى وطنهم. قالت السفيرة برتقان أيانو أن الحكومة تقدم دورات تدريبية مختلفة للمواطنين الذين عادوا من المملكة العربية السعودية حتى يتمكنوا من تغيير أنفسهم من خلال العمل. لدى الحكومة الإثيوبية مسؤوليتان، الأولى هي القضاء على الهجرة الغير شرعية، وهذا من خلال توقيع اتفاقية مع الدول الأخرى وخلق فرص عمل قانونية للمواطنين، وثانيا يتوجب على الحكومة خلق فرص عمل لشعوبنا العائدون وإتاحة تدريبات عملية لكل مواطن يريد الخروج مجددا إلى خارج البلاد. كما أن لدى وزارة الخارجية بالتعاون مع جميع الجهات المعنية ستعمل لإعادة تأهيل ودمج العائدين. يمفتر سرانجدي عنده هلا في النتنا ميونو. بعد الحرب الذي واجهته إثيوبيا في شمال البلاد يجب العمل على تأهيل وتحسين الضحايا نفسيا ومعنويا. مزيد من التفاصيل في التقرير الذي عده الزميل أحمد منصور. علم النفس هو دراسة أكاديمية وتطبيقية للسلوك والإدراك والعلوم الآلية المستنبطة لهما. يقوم علم النفس عادة على دراسة الإنسان، لكن يمكن تطبيقه على غير الإنسان أحيانا مثل الحيوانات أو الأنظمة الذكية. قالت الخبيرة في علم النفس الدكتورة ماستوال مكنن أنه بسبب الخلافات والمشاكل التي حدثت تعرض فيها الكثيرون لإصابات وتضرروا نفسيا. مفتوحين استراتيجيكالي عندما برسب. نحن كخبراء علم النفس علينا تفهم مشاكل المجتمع وإيجاد حلول تريح نفسية المجتمع، كما أنه لا يجب الاستهانة في مجال علم النفس، فهو له دور كبير ورائد. وأضافت الخبيرة في علم النفس والدكتور أبابو منواية أنه يجب على الحكومة أن يحلوا هذه الخلافات والنزاعات والقيام بالأعمال الجيدة. كما علينا الاستغناء عن منطقة راحتنا وجعل الشباب يستخدمون كامل طاقتهم لبناء وازدهار الوطن وشعبها. الخطوة الأولى والمهمة هو التناقش فيما يخص عن خلق تفكير إيجابي وإنشاء صورة إيجابية مفعمة بالأمل. وأشاد قائلين إن خبراء علم النفس يلعبون دورا كبيرا في حلحلة المشاكل بتهدئة المواطنين المتضررين باستخدام وسيلة علم النفس. درجاون تبكو مسرات يلبت عندما برسب. إذا أردنا أن تواصل إثيوبيا تقدمها إلى الأمام علينا نسيان الماضي والمضي قدما وعدم التأثر نفسيا بما يحدث، وهذا لكي نستطيع العيش بسلام. درجاون يتأبك درجاون ماذا علينا أن نحاول تحسين أوضاع الضحايا والمتضررين لكي يستطيعوا أن ينعموا بعيشة آمنة مستقلة وسالمة ويتمكنوا من الاستمرار في بناء حياتهم نحو الأفضل. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار لهذا اليوم. كانت معكم نظرة كندش. إلى اللقاء.